يرمك ينشي طريقة محددة كتساعد المرأة على الحمل بسرعة، فالأمر كيعتمد على عدة عوامل، منها الحالة الصحية للمرأة ونوع موانع الحمل التي تم استعمالها ومتى تم إيقافها. حبوب منع الحمل هي مستحضرات هرمونية كتحتوي على الإستروجين والبروجستين أو على البروجستين بوحده، بحيث أن البروجستين كيجعل الغطاء المخاطي المحيط بالبويضة أكثر مقاومة لاختراق الحيوان المنوي، وهذا كيعطل عملية التلقيح، كما أنه عند بعض النساء كيوقف عملية الإباضة. ومن بين الأمور اللي كتساهم في زيادة فرص الحمل، زيارة طبيب النسائية للتأكد من أنه ما كاين حتى مشكل يقدر يأثر في القدرة على الحمل، وعلاجه في حال وجوده مع أخذ بعض الفيتامينات الضرورية استعدادا للحمل، منها حمض الفوليك اللي كيحمي الجنين من أي تشوهات خلقية. من الضروري أختي الكريمة تكوني عارفة وقت الإباضة، وفي الحالات المثالية اللي كتكون فيها الدورة الشهرية 28 يوم، الإباضة كتكون في اليوم 14، وقد تختلف المدة من امرأة إلى أخرى. ومن علامات اقترابها زيادة كثافة الإفرازات المهبلية التي تكون سمكة بعض الشيء، مما كيتسبب في تبلل الملابس الداخلية، مع زيادة طفيفة في درجة حرارة الجسم قبل يومين أو 3 أيام. لذلك كنأكدوا على ضرورة قياس درجة حرارة الجسم كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم. أما عن إمكانية معرفة وقت الإباضة، فهذا الأمر أصبح سهل في عصرنا الحالي مع تطور التكنولوجيا، ذلك بأن الصيدليات كتوفر على اختبار كيساعد على التنبؤ بوقت الإباضة، سهل الاستعمال ويقيس مستوى الهرمونات التي ترتفع قبل الإباضة من خلال عينة بول، حيث أن النتيجة الإيجابية كتدل على أن الإباضة قد تحدث خلال 36 ساعة القادمة، وفي هذه الفترة بالتحديد كتزاد فرص الحمل. والخبراء كينصحوا على ضرورة الإكثار من الجماع، وبالتحديد 5 أيام قبل الإباضة، ويستحسن ممارسة الجماع يوميا أو كل يومين، لكن في حال كان ذلك صعبا فإنه يمكن ممارسة الجماع 3 مرات أسبوعيا على الأقل. أما في فترات الخصوبة التي تسبق الإباضة، شي عصير ديال الزعزع وعطي لاطا كمعلم. وبعد الجماع من المستحب الاستلقاء لمدة ربع ساعة باش الوليدات يوصلوا للديستينيشن ديالهم. محاولة الإنجاب المستمرة وبدون جدوى قد تضع الأزواج في حالة من التوتر المستمر، والذي يؤثر سلبا في القدرة على الإنجاب. لذلك وجب المحافظة على الريلاكس والإكثار من الدعاء لخالق الكون الذي يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تجنبي أختي الكريمة استخدام الغسولات المهبلية، لأنها تتسبب في اختلال طبيعة المهبل وكتقلل من فرصة تحرك الحيوانات المهبلية فيه بسهولة. وبالنسبة لك أخي الكريم، تمرح لي نعم سيدي في شي سروال قندريسي إكس لارج ولا شي فوقية باش ما تزيرهمش، حين الزيار كيولد الانفجار وكيأثر سلبا في صحة السائل المنوي المهم جدا للخصوبة. ولا داعي لقلق الزوجان بشأن وضعية الجماع، ففي الحقيقة لا توجد وضعية مخصصة غير كيبقاو يعمروا عليكم في الشواج. المهم الريلاكس يكون سيد الموقف في تلك اللحظة، لأنه مهم جدا. واستعدادا للحمل يجب عليك سيدتي اتباع نظام غذائي جيد لتحفيز جسمك على حمل صحي، وإليك بعض النصائح والتوجيهات التي من شأنها مساعدتك، كالمحافظة على وزن صحي
من أجل ضمان فرص أكبر للحصول على حمل، حيث ينصح بأن يتراوح مؤشر كتلة الجسم للمرأة من بين 19 و24 كيلوغرام مربع مع تناول طعام صحي وممارسة التمارين الرياضية بوتيرة قليلة ومستمرة، بالإضافة إلى الانتباه لخزانة الدواء، فإن بعض الأدوية التي تؤخذ بوصفة طبية أو بدونها تقوم بالتأثير سلبا في القدرة الإنجابية. تجنب تدخين السجائر وتعاطي المشروبات الكحولية أمر ضروري جدا لزيادة فرص الحمل. تحدث معك أمور مقلقة شيئا ما لم تكوني معتادة عليها من قبل، مثل غياب الدورة الشهرية، ألم وانتفاخ الثدي، نزول قطرات صغيرة من الدم، الشعور بالغثيان مصحوبا بالتقيؤ أو دونه، زيادة عدد مرات التبول، التعب، الإعياء، وكثرة الشعور بالنعاس، تقلب المزاج وسرعة التأثر، الانتفاخ مع كثرة المغص والتشنج. والآن نقدر نقول لك مبروك، راكي حامل.